هذه الكوكبة من الخريجات تعتبر أول دفعة بوادي وصحراء حضرموت أكملت برنامج دبلوم عال في مجال الإرشاد الأسري، والذي استمر لمدة عام كامل عقب إكمالهن شهادة البكالوريوس بجامعة سيئون حديثة التأسيس. كواحد من أشد التخصصات احتياجا في المجتمع، خاصة في ظل الظروف السيئة التي تعيشها البلاد، حقيقة نحن بهذه المناسبة نحتفل بأول دبلوم، وهناك لدينا دبلوم آخر تخصصي يهتم بفئة معينة وهي الفئة ذات الاحتياجات الخاصة. لدينا دبلوم أكملنا وسنحتفل إن شاء الله به، وهو دبلوم طيف التوحد. كما أن الجامعة تعد دبلومات وتدعو، وندعو من هذا المكان كافة مؤسسات المجتمع المدني وفروع الوزارات والمؤسسات المختلفة أن ترفع احتياجاتها وأن تنسق معنا. فنحن في الجامعة على استعداد تام لبناء دبلومات منظمة ومرتبة بجهود من اللجان التخصصية لدينا، وبالاستفادة من الطاقات الموجودة بالجامعة ومن خارج الجامعة. 15 فتاة من مختلف مديريات وادي حضرموت تخرجنا ضمن برنامج الدبلوم العالي في الإرشاد الأسري الذي نفذته الجامعة بإشراف جمعية مستقبل لتنمية المرأة وتمويل مؤسسة صلة للتنمية، سيساهمنا من خلاله في حل المشكلات وتقوية الروابط الاجتماعية والأسرية وفقا للمنهج المتخصص الذي تلقينه خلال فترة الدراسة. هذا البرنامج يعتبر باكورة الدبلومات العالية على مستوى جامعة سيئون في وادي حضرموت وفي حضرموت بشكل عام. تمثل هذه الدبلومات انطلاقة لسوق العمل بعد أن كان البكالوريوس حكريا على بعض التخصصات العامة التي لا يستطيع من خلالها الخريج أن يؤدي خدمة للمجتمع. فمن مبدأ رسالة الكلية البنات ورؤيتها حول خدمة المجتمع والبحث العلمي تقدمت بهذا البرنامج والذي نال استحسان المجتمع. هذه الدبلومات التي تعمل الجامعة لتنفيذها تمثل وفقا لمسؤولي الجامعة نهجا حديثا وحثيثا ستعزز فرص انخراط الخريجين بسوق العمل والحد من تكدسهم الذي بات ملحوظا في السنوات الماضية. لبرنامج أسبوع البلد، عبد المجيد باخريصة، حضرموت.